مساء الخير واهلا بيكم في فقره جديده من غذاء ودواء. من اشهر المشاكل الموجوده في الاطفال وخاصه الرضع انسداد الانف، وخاصه طبعا في فصل الشتاء وتغيير المواسم. انسداد الانف ليه اسباب كتير وليه مضاعفات اكتر. النهارده هنعرف مع بعض ازاي نفرق بين الاسباب المختلفه لانسداد الانف في الاطفال وازاي نتعامل معاها صح. احيانا الطفل اول ما بيتولد بيبقى مش قادر يتنفس من انفه، بيبقى في انسداد شديد جدا في انفه، مش قادر يرضع وبنحس ان هو زي ما يكون بيتخنق. ما نستهترش بالموضوع ده وعلى طول نتوجه لطبيب انف واذن وحنجره، ان ممكن يكون مولود بعيب خلقي، انسداد في فتحتين الانف او فتحه واحده منهم. لو فتحتين بيبقى لازم تدخل جراحي فوري، ولا الطفل ده ممكن يحصل له اختناق ووفاه لا قدر الله. لكن لو فتحه واحده ممكن بقى على حسب رؤية الطبيب ان هو بيأجل الجراحة وبيديله حاجات تحسن الامور لغاية ما يكبر شوية. لكن لو طفل مولود كويس وبيرضع كويس، لكن بعد فترة كده بدأ ان هو يرشح او في خنفرة في الانف وانسداد وصوت كده في الانف، وخاصة مع الرضاعة طبعا ده لازم نشك ساعتها ان هو ممكن يكون جاله نزلة برد، التهاب فيروسي من الفيروسات اللي ماشية في الجو، خد عدوى من حد. وفي الحالة دي لو هو اقل من 6 شهور مش هنقدر نديله حتى أدوية الرشح غير محببة، لكن الحاجة الوحيدة نقدر نعملها له ان احنا ننظف الانف باستمرار بمحلول الملح سواء النقط او البخاخ. انا شخصيا بفضل في شغلي البخاخ اللي هو بتاع مية البحر او المحيط، لانها بتدي نتيجة افضل واقوى. ننظف له انفه بيها 3-4-5 مرات في اليوم، وخاصة قبل الرضاعة ب5 دقايق عشان يعرف يرضع. كمان في شفاط ممكن ان احنا نشفط له الافرازات، لان طبعا الرضع بيبقى فتحتين الانف اصلا عندهم ضيقه، فاي تجمع افرازات بيسدها على طول وبيديهم الخنفره دي. وبننصح هنا دايما ان اي حد مريض طبعا يبعد عن الاطفال، وعلى ان دي الامراض دي بتتنقل بالنفس، امراض الجهاز التنفسي، وما نعرضهوش الطفل لمكان فيه زحمه او مكان فيه تدخين، لان ده طبعا بيضعف مناعته ممكن يلقط اي حاجه. لكن طالما ان الطفل اللي عنده رشح ده مفيش حرارة مفيش كحة احنا مش قلقانين، لكن اول ما الرشح ده الافرازات دي بتبقى ملونة اخضرة صفرة، او ان يبدأ في حرارة بقى كم يوم والطفل مش كويس مش قادر يرضع، لا في الحالة دي نشك ان في عنده التهاب جيوب انفية، يبقى لازم برضو نتوجه للطبيب علشان يديله المضاد المناسب بالجرعة المناسبة. احيانا بنلاقي ان الطفل في ناحية واحدة عنده فقط هي اللي فيها انسداد ونزل منها افرازات وريحتها مش حلوة، نشك في الحالة دي ان هو دخل حاجة في انفه. طبعا ممنوع ان احنا بقى نحاول نجتهد ونجيب منظفة الاذن دي ونقعد نلعب في الانف، لان احنا ممكن كده ندخل الجسم الغريب لجوه خالص ويحتاج كده لجراحة. فاحنا نتوجه لطبيب الانف واذن، هو في الحالة دي اللي هيقدر يلقط الجسم الغريب بشكل امن للطفل. ساعات كمان الطفل ده ممكن يكون عنده انسداد انفي مثلا نتيجة اورام، نتيجة تشوهات خلقية، انعواج في الحاجز الانفي، فمهم قوي ان تقييم الطبيب للحالة. لكن لو الطفل بقى لقيناه ان هو كل شوية بيجيله نوبات عطس مستمرة، على طول عايز يحك في انفه، يبقى ده نشك ان هو عنده حساسية، وعادة بيبقى فيه غالبا بيكون فيه تاريخ وراثي في العيلة، والحاجات اللي بتزود طبعا الحساسية الانفية ولازم نتجنبها، ان هو مثلا ان احنا يبقى فيه روايح نفاذة حواليه، عطور، بخور، تدخين، حتى لو والده بيدخن يبقى ما يدخنش في مكان نفس المكان، لازم يغير هدومه قبل ما يروح يقرب منه علشان ريحة التدخين هتتعبه جدا. كمان ان ما يكونش فيه طيور حيوانات زي القطط والكلاب، اي طيور كل دي هتزود الحساسية، تراب، ان كمان يبقى فيه تدرج في التعرض لدرجات الحرارة، ما يكونش مكان دافي او مشغلة دفاية في الغرفة وادخله على مكان تاني ما فيهوش دفاية، او نخرج من مكان دافي بره في الهواء على طول، لازم في تدرج علشان ما يحصلوش حساسيه انفيه، لان في ارتباط وثيق طبعا من الحساسيه الانفيه والصدريه، فلازم ان احنا نقلل موضوع لبسه دايما يبقى قطن. وطبعا في ادويه للحساسيه، ولو طفل كبير شويه في بخاخات للحساسيه معينه، لان دي بتبقى حاجه مستمره شويه. لكن بقى الحاجه اللي هي اللي دايما بقى بتبقى مزعجه جدا للاطفال وبنلاقيه ان هو طول الليل مش قادر يتنفس وفاتح بقه باستمرار، ان هو بيعمل شخير باستمرار ودايما في رشح باستمرار، لازم نشك في اللحميه. اللحميه دي بتبقى زي غدد لمفاويه كده، بتبقى متضخمه وبتبقى سده فتحه الانف من ورا، ودي من
ليها مضاعفات خطيره جدا، انها ممكن تعمل تهابات متكرره في الاذن الوسطى ميه ورا الطبله، وتاثر على السمع، وتاثر بعد كده على النطق، التبول لا ارادي، التهابات متكرره في اللوز وفي الشعب الهوائيه، بتاثر بتقلل الاكسجين رايح للمخ اثناء النوم، وبالتالي بتاثر على كفاءه الطفل. فده لازم يتواجد طبيب الانف والاذن علشان يقيم الحاله ويشوف هيحصل تدخل امتى. ودلوقتي في جراحه بالمنظار، وفي بيشوها كمان بالليزر، يعني في دلوقتي حاجات اسهل. في كل الحالات احنا لازم يبقى عندنا ثقافة صحية علشان نبقى عارفين ايه اللي بيحصل حوالينا، لكن في كل الحالات لازم نستشير الطبيب المختص. اتمنى لكم جميعا الشفاء والعافية، والى ان القاكم في فقراتنا المقبلة من غذاء ودواء. لكم مني اطيب الامنيات.